اليوم يا سلامة بنرمس على الثلاسيميا، وهذا المرض يسبب وايد تساؤلات لأنه مرض وراثي، والبعض يخافون إن كل حد مصاب فيه يعني بعد أولاده بيمرضون. الثلاسيميا ينتج عن خلل الجينات بسبب فقر الدم المزمن، فيؤثر في صنع الدم وعمل مادة الهيموغلوبين في الخلايا الحمراء واللي تحمل الحديد وتنقل الأكسجين. أكثر من 70 مليون شخص مصابين بالثلاسيميا حول العالم، النسبة هي حوالي 8% من الإماراتيين. بس لازم تفرقين بين مريض الثلاسيميا وحامل الخلل الجيني، يعني إذا الأب والأم يحملون جينات المرض مو بضرورة يمرضون، لكن هناك 25% فرصة يولد طفلهم مصاب بالمرض بشكل شديد. عشان شي الفحص قبل الزواج ضروري، والمريض بحاجة إلى نقل دم كل 3 إلى 4 أسابيع وأخذ أدوية لعدم ارتفاع نسبة الحديد في الجسم. الحمد لله عندنا في الدولة رعاية كاملة لمرضى الثلاسيميا، لكن المهم فحص قبل الزواج، وعساكم دوم صحة وسعادة.